شلون تلزم ايدي؟ ليه انت شنو شايفتني؟ انت تعرفان شلون شايفتك؟ شايفتك واحد مجرم. انا مجرم؟ يلا صدقت الكل وما تصدقيني؟ لك انا احمد، احمد اللي يحبك المستعد يضحي بكل شيء بحياته على مودك. معقوله؟ احمد انت دمرتني. دمرتني ودمرت كل شيء بيه. زين من عندي هسه انا واقفه قبالك. ليش وانا شنو سويت؟ وش تسوي بعد؟ كاني كنت عبالي شايفني انت بعين كبيره. انا احمد؟ انا شايفني بنيه فقيره ومحتاجه فلوس؟ انت ايش تحكين؟ شنو هذا الكلام؟ شلون تدس خطيبتك علي؟ شلون؟ شلون تدس خطيبتك علي يا احمد؟ شلون خليتيني وتستصغرني؟ خانتني، خانتني وجابت لي فلوس بيدها وتقولي روحي رتبي نفسك وعيرتني بابويا. لحظه ريف، مستحيل يطلع هذا الشيء من عندي. وانا صورت ان هي اجت تشوفك. وحبك لها، حبك لها هم كذب؟ بس قل لي، انت شايفني بدون عقل؟ انا بحياتي ما حسيت قلبي دق، ولا عيوني حزنت وفرحت، ولا مشاعري خلتني اطير ويا انسانه غيرك. معقول انا اسوي هذا الشيء ريف؟ انا اللي كنت اتمنى احقق كل امنياتك. انت لازم تثقين بي ولازم نحافظ على حبنا. تذكر لما شوفتك صورتها؟ ايش قلت لي؟ ليش ما قلت لي هاي حبيبتي؟ ليش كذبت علي؟ ليش؟ لان انت حبيبتي. وهي إنسانة صارت بالماضي. وهسه رجعت لحبك القديم. ريف انت فاهمة كل شيء غلط. هي انخطبت الشخص غيري وكل شيء انتهى. وأختي هي اللي اتصلت بيها لأن أبوها محامي على مود يجي يطلعني من السجن. وهسه كل شيء انتهى. هي راحت بطريقها وأنا بطريقي. أحمد ارجع له، إن أنا وعدته، وعدته بعد ما أحكي وياك. ليش؟ لأن هي قالت لي أنا طلع أحمد بس بشرطة تعوفي. بس أنا طلعت بدون محامي. ريف أنا بريء، لا احتاجتها لا إلها ولا أبوها. واللي لازم يفوت للسجن هو أنتِ. أني؟ ليش؟ لأن حرامية. غير أنت بوقتي قلبي؟